اوكي شكرا كوثر. زين ف راح احكي لكم الاشياء اللي هي relevant زين من ناحيه الـ يعني الام سي كيوز، وحتى تستفادون منها من ناحيه الديسوردرز اللي راح نحكي عليها بعدين، خصوصا باكر لما راح نحكي على الفيستشولا والانوركتال ابسيسز، كلش تحتاج لها يعني فد اناتومي باك جراوند. زين فالبيوبوراكتالس مسل هي the most important muscle in continence. زين اوكي it's very important in continence. طبعا هسه تقولوا لي ليش احنا مو عندنا internal sphincter، احنا مو عندنا external sphincter، هسه راح نجي نحكي عليها صحيح، ولكن هاي الانجل اللي تخلقها البيوبوراكتالس مسل اولا راح تحافظ على الركتم، او راح تنطي لينث للانال كانال، وراح تخلي الويت مال الركتم مو دايركت، بحيث تقلل من الشانسز اوف ركتال برولابس. زين احنا لو ما هاي كان اولا صار عندنا فيكال انكونتيننس، زين بلس كان هواي من هواي من الناس صار عندهم ركتال برولابس بسهوله. زين ف اتس ا فيري امبورتنت بارت ان فيكال كونتيننس. زين الانترنال سفنكتر it's همين a very important part in يعني أو it plays a very important role in continence، بس بيا continence أكثر بال continence of fluids، بال continence of flatus. زين أوكي أكثر مما هي يعني أكيد بال fecal continence as well، بس ال puborectals تلعب دور بال fecal continence يعني somewhat أكثر من ال internal sphincter. زين بس مو معناته يعني لا تاخذون هذا على اساس انه اذا ضربت الانترنال سفنكتر راح يصير بس للفيس للفليتس او بس للفلويد، لا. زين بس احنا بدنا نحكي هذا الحكي ثيوريتيكال، يعني هذا الحكي اللي بدي احكيه بيورلي فور ام سي كيو يعني بيربسز. اوكي خاف تجيكم يعني هاي النقطه. زين البيوبوراكتالس طبعا تجي من الساكرال سوماتيك نيرفز. زين من الساكرال سوماتيك نيرفز طبعا انتم تعرفون لما ينضرب او لما نسه بعدين ان شاء الله بغير كورسات نحكي على السباينال انجري، فالسباينال انجري از وحده من الكومبوننتس مالتها هو انه البي يعني خصوصا اللور سباينال انجري اللي هي بالال او بالاس سيجمنتس اوف ذا سباين، زين باللمبر او بالساكرال، فمن الممكن انه شنو انه يعني ينضرب السباين وبعدين تصير اكو انكونتيننس. اوكي نتيجه للباراليسيس اوف ذيز ساكرال سوماتيك نيرفز. اوكي زين فهسه هاي بشكل عام ومختصر البيوبوراكتالس مسل، طبعا هي كفانكشن تشبه الاكسترنال سفنكتر، بس الاكسترنال سفنكتر از فولنتري. زين اوكي از فولنتري. زين احنا اذا نيجي نباوع على المسلز اوف او على الاناتومي ان جنرال اوف ذا انال كانال، راح نشوف انه هذا فوق شنو هذا الركتم. زين الركتم بي تو ماسكولار لايرز، زين هاي ميوكوزا من جوا وهاي نسميها ذا سيركولار ماسكولار لاير، ومن الخارج عندنا ذا لونجيتودينال ماسكولار لاير اللي هي الاوتر كوت. زين فهاي اللونجيتودينال ماسكولار لاير او هاي الاوتر كوت راح تسوي لي هاي اللي تشوفوها هاي الرصاصيه، هاي نسميها the longitudinal muscle. زين the longitudinal muscle هاي لما نسوي contract لما يصير بيها contraction تتوسع الانال كانال. زين تتوسع الانال كانال حتى يصير defecation، وتقصر الانال كانال حتى the stool passes quickly. اوكي هاي وظيفة رقم واحد. ال circular smooth muscles اللي ده تكون بالركتم راح تنزل وتكون لي the internal anal sphincter. فإذا احنا عندنا two muscles هي عبارة عن continuation of other muscles، عندنا circular أو يعني ال internal sphincter هو continuation of the circular smooth muscles of the rectum. زين وعندنا the longitudinal anal muscles هي a continuation of the outer longitudinal smooth muscle. زين زين فالسؤال هيك انترستينج خارج الموضوع،
اللونجيتودينال سموود موسل. احنا مو قلنا هسه هذا اللونجيتودينال سموود موسل اوف ذا انس تجي من اللونجيتودينال كفر اوف ذا ركتم. زين اللونجيتودينال كفر اوف ذا ركتم من مين يجي اذا تذكرون؟ The hostration, hostra of the... الهوسترا صار بالداخل. الهوسترا واحد. Valvular هذيك. لا. دحش على muscles. يعني هو شنو اكو قبل الركتم احنا عندنا؟ نذكره. Sigmoid colon. Sigmoid. اوكي. يعني الكولون in general. شنو اللي يميز الكولون؟ اكو فتشي. شوفوا اكو هاي الستركتشر اللي هسه راح اقول لكم اياه. هاي هيك قلت لكم ما له علاقه بالانال كانال بس هيك فور يور انترست يعني. دكتور اكو الليفيتور اناي يمكن؟ لا الليفيتور اناي هذا بالبلفس بالبلفيك وول. شنو هي المصل اللي ذا تكون لي اللونجيتودينال سموث مسل اوف ذا ركتم او هذا الاوتر كوت؟ هو الكونفلوينس اوف ذا تينيا كولاي. زين الكونفلوينس اوف ذا تينيا كولاي تمام. التينيا كولاي الكونفلونس مالتها نهايتها بها فتشي سبيشل اللي هي راح تسوي لي هذا مال الركتم بعدين نحكي عليها ان شاء الله بالركتم. زين واضافه الى ذلك بها اهميه ثانيه التينيا كولاي فتشي كلش كلش مهم. التينيا كولاي من يعرفه؟ يعني اقدر استخدمها لمصلحتي التينيا كولاي في بعض الحالات. شو وقت؟ لمن اني مثلا على سبيل المثال فتحت على case of acute appendicitis زين وشفت انه there was difficulty مدى القى الابندكس بسهوله زين اكو فد inflammation مرات الابندكس مرات يكون يعني تعرفون انتم ال tip of the appendix وهاي كلها راح نحكيها بعدين ان شاء الله. ال tip of the appendix is very variable okay variable in position it can be found anywhere ولكن the base of the appendix is constant بكل الناس تقريبا. فلذلك السبب أني لمن أريد أجي أبحث عن الأبندكس التينيا كولاي أجي الأبندكس هو شنو؟ هو هاي الكونفلونس همين of the تينيا كولاي. زين دي يصير هذه هي اللي تتكون الأوتر كوفرينجز. فلذلك أجي أدور ويا التينيا كولاي أمشي ويا التينيا كولاي إلى أن ألقى الأبندكس وخصوصا ويا الانتيريور. شنو؟ ويا الانتيريور تينيا كولاي. اوكي فهاي فد يعني فد انفورميشن لكم. زين اوكي زين فهاي بالنسبه للانترنال انال سفنكتر او وهسه احنا راح نحكي على الاكسترنال. طبعا الاكسترنال انال سفنكتر قبل بالكتب وحتى هو ان جنرال يقسموها الى سوبرفيشال زين ويقسموها الى ديب ويقسموها الى سبكيوتينيوس. اوكي هاي يعني صراحة التقسيم شافوه أنه مو كلش very important. ليش؟ لأنه basically هي the same يعني it's a single muscle. أوكي هي ما بيها portionات هي single muscle لكن for anatomical descriptive purposes سموها بهالتسميات. زين أوكي الإكسترنال سفنكتر الإكسترنال سفنكتر منو اللي يتحكم بيها؟ it's a voluntary muscle. يعني أنا لمن أجي افتح الاكسترنال سفنكتر راح القاها ريد ماسل مو مثل الانترنال سفنكتر اللي القاها شنو وايتش لان هذيك انفولنتري هاي فولنتري. زين من هو يعني يا نيرف اللي يغذيها؟ طبعا راح يغذيها البيودندل نيرف. زين اوكي البيودندل نيرف. الانترنال سفنكتر راح تكون هنا مثل ما قلنا هي التكمله هي التكملة للcircular smooth muscles اللي كانت بالركتم. يا هو اللي يكون لي البالك of the sphincter complex هل هو الانترنال أو الاكسترنال برأيكم؟ the external. زين the external لأنه أنتوا هسه مثل ما تلاحظون هاي كلها تعتبر external بينما هو هاي الانترنال فالبالك راح يكون أكثر على الاكسترنال. زين طبعا الانترنال يعني سفنكتر مثل ما قلنا هو a distal continuation of the circular smooth muscles of the rectum. اوكي بها special properties بحيث تخلي بها tonic contraction تبقى tonically contracted. زين هسه هاي شغله نمبر 1. زين
اكو فد مكان كلش مهم لازم نفتهمه. Anatomically speaking, احنا من نجي هسه هنا اذا نحكي عليها, this is the puborectalis muscle, okay, and this is the internal anal sphincter. هاي اللونجيتودينال مسل اللي سولفنا عليها قبل شويه, زين اوكي, اللي طبعا راح تنطينا سبتمز من هنا ومن هنا, اوكي. وهاي الاكسترنال سفنكتر, وهذا this is the subcutaneous portion of the external sphincter, اوكي, مثل ما سولفنا قبل شويه. اكو فد لاين كلش اساسي اللي هو هاي السبيس اللي ما بين السفنكترات. This is called the intersphincteric space. هاي تركزون عليها كلش كلش كلش. لأنه لما راح نحكي على الـ anal abscess وعلى الفستشلة in anal وشون تصير, لازم تذكرون أنه أكو في the space هي الـ intersphincteric space. ولازم تعرفون هاي الـ space إيش تحتوي. زين؟ تحتوي على الـ anal glands. اللي هسه افهمكم وين راح تفتح. زين, هاي تخلوها ببالكم. ايش تحتوي هاي؟ تحتوي على الانال جلاندز. لما تصير انفكتد هاي الانال جلاندز, زين, الباس راح يمشي ابتداء من هاي السبيس ويصعد ويروح الى الاماكن كلها اللي بعدين راح نسولف عليها. زين, بس هو بدايته بهاي السبيس. زين, بدايته بهاي السبيس. تشوفون شلون this is an intersphincteric abscess. اذا تصعد لي فوق من الممكن انه تصير supralevator. زين, اذا تدخل لي جوا من الممكن تصير submucous. اوكي, هاي بعدين نحكي عليها. اذا تنزل لي جوا ممكن تكون subcutaneous, او حتى مرات هنا نسموها marginal. زين, اذا تنزل جوا تخترق هاي ممكن تتحول الى ischiorectal. اوكي, هاي كلها abscesses ان شاء الله راح نحكي عليها, بس مو بهالسيشن. بس لازم تعرفون انه مين بدايتها. بدايتها من هذا الانترسفنكتريك بلين. وش يسموها هاي؟ يعني هي هاي الثيوري. ناس تقول لك انه ليش يصير اكو ابسسيس, بعدين راح نحكي عليها ليش يصير. في الثيوري يسموها ذا كريبتو جلاندولار ثيوري. كريبتو يعني شنو؟ يعني انا ما اعرف, يعني ايديوباثيك. اوكي, كريبتوجينيك. ف كريبتو جلاندولار ثيوري of the development of anorectal sepsis. Okay? هاي اللي الأهمية الانترسفنكتريك بلين, يحتوي على الانال جلاندز. Okay. تمام. إذا احنا نجي نريد نباوع عليه من جوا, نباوع على هاي الانال كنال من جوا, احنا قلنا انه من الممكن انه نحدد بداية الانال كنال عن طريق انه احنا نقدر ندخل اصبعنا ونحس بالبيوبوركتالس مسل ونحس بالاينوركتال رينج. بس اذا احنا يعني نباوع عليها دايركتلي على اللومن مثلا, همينا نقدر نحدد وين نهايه الركتم وين بدايه الاينال كنال. ليش؟ الاينال كنال بيها تو بارتس. زين, بيها تو بارتس, بيها ذا ابر اينال كنال اند ذا لوور اينال كنال. هنا عندنا الركتم. الركتم اللون مالته يكون بينكش. زين, يكون بينكش. ليش؟ كولومنر ابيثيليوم. زين, لمن راح يبدي ينزل at this anorectal line. زين, راح يبدي طبعا هاي these are called the anal valves. زين, اوكي, او يسموها the columns of Morgagni. اوكي, سفهمكم شلون. ف بدنا نحكي على اللون احنا. فيبدي بالبدايه بينك, لون الركتم, بعدين تتحول من كولومنر الى كيوبويدال. زين, الى كيوبويدال. فحتى لا تنسوها, تخيلوا انه this is a columnar epithelium. لما راح يتحول الى كيوبويدال, زين, راح يصير مثل هو كان وردي, راح ينطق بحيث يصير احمر. زين, فتصير red in color اكثر. اوكي, تصير red in color إلى أن توصل إلى الدنتيت line اللي هو second part of the anal canal. أوكي, هاي راح يصير أكو فد abrupt change in color و abrupt change in consistency. يعني هذا كان mucosa, هاي columnar mucosa and this is q
cuboidal mucosa. زين رأسا راح يتحول below the level of the anal of the dentate line. زين أو يسمونه the pectineal line. Dentate line شوية أفضل وأحلى. زين ف below this level راح يصير فد abrupt change in color, abrupt change in the characteristics of this covering. شو راح يصير هنا؟ راح يصير skin, squamous epithelium, stratified squamous epithelium. زين صير لونه لون السكن. اوكي زين هو ليش اللي يصير هنا هذا الشيء بالامبريولوجي؟ يعني ولو هاي الاشياء ما مطلوبه بس انا اريدكم تفهمون كل شيء. بالامبريولوجي احنا عندنا two parts, نهايه الجات اوكي نهايه الهايند جات, وعندنا الاكتوديرم. فالاكتوديرم راح ينطج لي جوا شوي زين, والهايند جات راح تنطج هيك راح يلتقون. هذا طبعا يسمون البروكتوديوم, الاكتوديرم يسمون ذا بروكتوديوم, اند يسمونه ذا بوست الانتوين جات. زين فراح يلزقون ببعض هنا, وبالتالي راح يكونون هذا اللاين. الفوق الدنتيت لاين الانال كانال تمتاز بكل الصفات مال الباول الاعتيادية, اللي هي انه ابسط صفة انه هو يعني هي ما راح تحس بالبين. الباول اذا تجي تجرحها صراحة ما راح تحس بالبين. شو وقت تحس الباول يعني شو وقت انت تحس بالبين نتيجة للباول, عدا انه هي يعني بالبين نتيجة للباول اتسلف, شو وقت برأيكم؟ اسكيميا. اسكيميا اوكي, يعني بعد اسكيميا هم صحيح, بس بعد فشي more common than اسكيميا. يعني اسكيميا جواب كلش مقنع, بس اكو فشي ثاني؟ ألسر؟ لا الألسر عادة ما يسوي هذاك البين القوي, يسوي يعني مو ما يسوي هذاك البين القوي, وإنما يعني وجود جرح وجوده يسوي بين, بس مدى أقصد يعني هو باعه يسوي بين بس مو سوماتيك. أنا دا أحكي على السوماتيك تايم. تعرفون شنو الفرق ما بين الفيسرال بين والسوماتيك بين؟ الفيسرال بين مثلا البين أبو الألسر يصير بين, مو ما يصير بس يصير البين very diffuse, very dull, then very vague, you cannot localize it. زين أوكي فالألسر والإسكيميا are causes of bowel pain. بعد شنو اللي يسوي لنا يعني pain؟ peritonitis. البيروتونيتس تسوي pain نتيجة ل ال parietal peritoneum اللي هو هذا somatic pain مو visceral. ده أحكي على الباول نفسها. الستريتش يعني أنت هسه من تلزم الباول وتسوي لها stretching كلش راح يصير أكو pain. It's very sensitive to stretch. لذلك لما يصير أكو dilatation زين مثلا بحالات الانتستينال obstruction بحالات in general زين لما يصير أكو dilatation راح شو راح يصير هنا عندنا؟ راح يصير very painful gaseous abdomen in general. حتى لو مو فد intestinal obstruction تصير very painful, يحس بabdominal pain. أوكي فإذا أكو causes yes, بس الفرق ما بين هذا وهذا إنه this is a very diffuse يعني not so localized pain. لما يصير أكو peritonitis, لما يصير أكو مثلاً appendix يجي يسوي peritoneal irritation على ال parietal peritoneum, هذا راح يحس بيه شخص كسوماتيك pain. زين زين the lower part مال ال anal canal راح يحس بالpain مثل السكن. يعني إذا انجرح إذا صار بيه ulcer الpain يكون فشي هائل. زين يحس بالبين. زين ولذلك السبب لما بعدين راح نسولف الهيمرويدز تجي هنا اذا تشوفون السهاية اللي دا اشر عليها هاي ترى الهيمرويدال بلكسيسيز. اوكي هاي الهيمرويدال بلكسيسيز. هنا لما تجي الهيمرويد, الهيمرويد ما تسوي بين عادة, يعني البواسير ما تسوي بين, بعدين راح نحكي عليها. بينما الانال فيشر اللي هو هنا الجرح very painful, بحيث من هقد ما painful انت ما تقدر تدخل اصبعك زين بالانال كنال اطلاقا, البيشنت يقوم يصيح, واحتمال اصلا ما تقدر بس تفتحها هيك, ما تقدر بس تفتح حتى تباوع همين ما تقدر هقد ما تصير painful condition.
زين. فإذا نرجع زين، هسه أنا راح أسأل سؤال. هذا السكن اللي موجود هنا أوكي، إحنا مو قلنا it's squamous أو stratified squamous epithelium، يختلف عن عن السكن الاعتيادي بشي لو it's exactly the same برأيكم؟ يكون white، يكون أوكي الكالر يعني شوية أكو slightly يعني slight difference، بس هواي من البيشنت تلاحظ نفس لون السكن مالته. أكو في الاختلاف يعني عن السكن؟ يكون كيراتينايز؟ لا هم اثنيناتهم. بعد عافية بالضبط، ما راح يكون بي سكن أبندجز زين، ما راح يكون بيس يعني ما بي هير فوليكلز زين، وأي سكن أبندج ثاني. واضح الفكرة؟ هذا الفرق ما بين السكن اللي بداخل الأينال كانال عن السكن اللي أي سكن بالجسم خارج الأينال فيرج. واضح؟ ما بي سكن أبندجيز أوكي؟ زين. فنفس الشيء احنا هذا كله سوالفنا الحكي زين، قلنا انه هذا تشوفون شلون اللون دي يتغير هنا من هذا وردي زين تحول الى شويه على لون more dark redder in color، بعدين رجع هنا there is an abrupt there is a whitish area زين، وشوفوا هنا يلا بدا يطلع الهير اوكي. سو ذس از ماكو اي سكن appendages هنا. واضح الفكره زين؟ هاي نسميها شنو؟ نسميها the cones of Morgagni. زين تذكرون ال intersphincteric space اللي سولفنا عليها قبل شوية اللي قلنا هنا تقريبا تحتوينا على ال anal glands. وين راح تفتح ال anal glands؟ بال anal duct. وين راح تفتح؟ اللي تشوفون هسه هنا، خل أقرب لكم إياها تشوفوا، تشوفون هنا راح تفتح هنا. انتوا لا تعتقدون انه ترى هاي هيك، ترى هي دويره يعني تخيلوها زين، راح تفتح هنا. لذلك هنا هاي مصيبه الانفكشن هو بهاي البلين، ومصيبه هذا البلين انه يصعد ويا هاي الكونجوينت او ويا هاي اللونجيتودينال مسل، يصعد لي فوق ينزل لي جوا يفوت يعني للداخل يطلع للخارج زين. اكو هواي فرايتيز راح تصير بالابسس اوكي. فاذا الاناتومي والشغلات الاساسيه من الانال كانال زين، افتهمتوا الاستراكشر اوف ذا انال كانال من الداخل، افتهمتوا انه بيها تكمله يعني اول شيء احنا الاوتر كوت مال الركتم ينزل ويعني يسوي لنا هاي اللونجيتودينال مسل زين، بعدين جوا اللونجيتودينال مسل اكو شنو؟ اكو الانر كوت اوف ذا ركتم سيركلر مسلز راح تنزل وراح تسوي لنا الانترنال سفنكتر، الاكسترنال سفنكتر راح يجي مننا ومننا زين من الخارج اوكي، وراح كل هذين المسلز راح تلتقي ببعض. طبعا من اللونجيتودينال مسلز اكو سبتي من نانو من نانو هيك فتسبتا حتى بس تثبتهن سوا وتتثبت وين بالسكن مثل ما تلاحظون هنا اوكي. وافتهمنا انه من الداخل عرفنا وين يكون الـ 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 يعني البوردر او مين تبدي بالضبط، وين الانوركتال رينج او الانوركتال جونكشن وين تنتهي اوكي، وعرفنا الانترسفنكتريك بلين شنو اهميته، وعرفنا من يعني لما نباو عليها من جوه شنو اهميه الفالفز هاي اوكي الانال فالفز او والانال جلانز زين. هسه الى الان اكو احد عنده في السؤال الى الان على الاناتومي قبل ما ندخل بالفاسكولار سبلاي اند ذا ليمفاتيك درينج زين؟ اكو احد عنده في السؤال لو فاهميها؟ لأن ضروري تفهموها حتى بعدين لما راح نبدي نحكي ونسولف زين، انتو دا تندلون ايش وين الانترنال سفنكتر، دا تندلون وين الاكسترنال سفنكتر زين، حتى يعني تفتهمون ايش راح نسوي بالسيرجريز. فاذا واضحة للآن؟ اذا واضحة قولوا لي او اكتبوا لي انه واضح، واللي عنده سؤال خلي يسأل. اوكي زين، اكو فد شيء ثاني هسه راح نسولف عليه انه الدنتيت لاين له اهميه عدا هاي اللي هسه سولفناها،
يس إلى أهمية. شنو الأهمية مالته؟ above it ايش راح يكون وبلو ايش راح يكون؟ الأهمية مالته above it راح تكون ال venous circulation هي portal. زين؟ يعني هو يقسم لي الأينال كنال إلى upper part و lower part. above it ال venous circulation راح تروح للportal vein. زين؟ عن طريق الانفيريور ميزنتريك. زين؟ بينما below it راح تكون شنو؟ مو portal وإنما cable، يعني تروح للانفيريور vena cava يعني systemic. اوكي عن طريق الانترنال ايلياك مثل ما صار هنسولف. This is an important thing. Yes, it's a very important thing. بعض الكتب زين اعطيكم فد معلومه. بعض الكتب شو تقول؟ احنا خلي يعني افهمكم فد شيء. بعض الكتب تقول انه احنا نقول من الدنتيت لاين، زين نقول انه من الدنتيت لاين هذا اللي موجود هنا اوكي هو اللي راح يفصل ان هذا الى بورتال وهذا الى سيستميك، لكن اكو نقطه ادق من الدنتيت لاين. هذا طبعا ما مطلوب بس هيك يعني فور يور انترست. اكو نقطه ادق اللي هو هذا هنا، فشي يسمونه ذا ميوكوزال سسبنسري ليجمنت. تمام؟ فشي يسمونه ذا ميوكوزال سسبنسري ليجمنت. هذا الليجمنت شافوا انه ادق، انه نعتبره هو البوينت اللي تفرق لي ما بين البورتال وما بين الكيفا. تمام؟ ولكن انتو شنو مشوها انه شنو هي على الدنتيت لاين. اوكي بس في النقطة انترستينج يعني لكم. زين خلينا نسولف على البلود سبلاي شوية. اولا الابر اينال كانال البلود سبلاي مالته راح يختلف عن اللور اينال كانال، لان الابر راح يجي من السوبيرير ركتال ارتري واللور راح يجي من الانفيرير ركتال ارتري. زين خلي نجي هنا شوف. This is what this is the aorta. اوكي هنا شنو عندنا؟ هنا وهنا شنو؟ This is the superior mesenteric. Superior mesenteric أنا ما لي علاقة بيها سمي بدأي. زين لأنه بعيد وينتهي هنا. زين هنا أنا هسه اللي يهمني This is the inferior mesenteric artery. انقسامات وتفرعات كثيرة راح نحكي عليها بعدين لما راح نحكي على الكولون ولما راح نحكي على ال... يعني الركتم. زين بس الركتم هو تقريبا نفس الانال كنال، فإذا تفهمون ما اليوم كلش بسهولة راح تفهمون ما الركتم. فthis is what this is the inferior mesenteric artery. Continuation مالته اللي هي هنا هذا شنو؟ هذا superior rectal artery. زين هذا superior rectal artery تشوفون مثل ما تلاحظون هنا superior rectal artery ده يجي ده ينقسم لي إلى right and left. ال right طبعا ده ينقسم إلى anterior and posterior. زين مو كل شيء يعني مهمة بس هاي مهمة شو وقت لما انتو يعني هنا تشوفون انه هو اكو بيه انقسامين. انتبهوا عليه اكو بيه انقسامين. انقسام هنا جهة الرايت وين دي يكون؟ دي يكون هنا بالضبط على اللاترال سايد، يعني ساعة رقم 3. زين ساعة رقم 3 يعني دي انقسم عفون اللفت. زين هذا اللفت ساعة رقم 3، بينما هنا الرايت دي انقسم لي الى انتيريور. زين and posterior ساعة رقم 7 ساعة رقم 11. هذا وين راح تبين؟ راح تبين لما اجي اباوع على الهيمرويدال بلكسس. تشوفون شلون ويا انقساماته هنا this is the left قسم واحد فقط ساعة رقم 3 and this is the right مقسوم لي الى anterior and posterior ساعة رقم 7 ساعة رقم 11. زين هو نفس الارتيريال سبلاي هو نفس الفينس. هسه بعدين اسولف لكم في النقطه على هاي الفينس. اوكي فافتهمتوا شنو اهميه انه اني اتذكر انه هذا مقسوم الى انتيريور اند بوستيريور؟ اهميته انه اني راح افتهم الاناتومي وراح افتهم باكر اقبل لما اجي نحكي على الهيمرويدز راح نبدي نفهم انه هي ليش حطوها بهذين الاماكن. زين اوكي نرجع. فاذا هسه هذا من هو This is the inferior mesenteric artery. هذا superior rectal. It's a direct continuation of the inferior mesenteric. It's a direct continuation of the inferior mesenteric.
يجي هنا. طبعا هذا راح يغذي لي الركتم زين، وراح يغذي لي الابر بارت زين of the anal canal above the dentate line. اوكي زين، اللور بارت لعد من يتغذى؟ طبعا بالمناسبه هو نفس الفينس ريتيرن راح يكون موجود زين، يعني هذا نفس الفينز superior hemorrhoidal plexuses زين، او يعني هنا عندنا left hemorrhoidal plexus، right hemorrhoidal plexuses، anterior والposterior زين، وراح يكونون للsuperior rectal vein، وبعدين السuperior rectal vein هم راح يروح للinferior mesenteric vein، it's the same، ويروحون وين؟ بعدين للpartal circulation ويروحون للliver. تمام؟ فاللower part of the anal canal عاد بيش يتغذى؟ lower part of the anal canal راح يتغذى من ال internal iliac. هسه هنا احنا عندنا this is the abdominal aorta. زين؟ هنا عندنا ال iliac، عندنا internal iliac وعندنا external iliac. زين؟ طبعا اكو common iliac و internal iliac ويعني و external iliac. هنا احنا اذا نجي على ال internal iliac vessels، ما اريد هاي كل هالتفاصيل مال anatomy، يعني ما تهمنا احنا. بس اللي أريده منكم أنه تعرفون أنه the internal iliac ينطينا ال internal شنو؟ pudendal artery اللي هو هذا زين؟ وهذا ال internal pudendal artery، هذا ال internal pudendal artery إذا نيجي نباوع عليه زين؟ راح ينطينا منه؟ راح ينطينا the inferior rectal artery زين؟ تشوفون ساده هذا ال internal بيدندل رايح فايت هناك ورايح انطانا شنو؟ انطانا the inferior rectal artery. This is the inferior rectal artery اللي راح يغذينا the lower half of the anal canal. So the upper half of the anal canal منو اللي يغذي؟ The superior rectal artery اللي هو branch of the inferior mesenteric artery. بينما the lower part of the anal canal منو اللي راح يغذي؟ راح يغذي من هو؟ الانفيريور ركتال ارتري اللي هو برانش اوف ذا بيودندال ارتري. تمام؟ واضحه؟ بال يعني بال بعدين لما راح نحكي على الركتم راح نحكي على الميدل ركتال زين، هو فد برانش كلش صغير وعاده يعني مو كلش ينطي فد بلاد سبلاي قوي زين. اذا واضحه؟ وهم انه برانش اوف ذا يعني اوف ذا انترنال ايلياك از ويل. اذا الى الان واضحه هاي الامور؟ اكو احد عنده فد سؤال او فد استفسار او فد شيء ما فاهمه على الاناتومي اللي هسه حكيناها؟ اوكي بالنسبه لكم. تمام باو، انتوا يعني اكتبوا اذا يعني واضحة كتبوا، وإذا ما واضحة مين كتبوا زين. أوكي الفينس درانج، الفينس درانج يتبع نفس الارتيريال سبلاي زين، لكن أكو فد نقطة مهمة هنا، يعني هو نفسه هاي الأينال كوشن زين، اللي هو الليفت أينال كوشن والرايت أنتيرير أند رايت بوستيرير أينال كوشنز زين، ما عندنا فد مشكلة بيها، فهمناه. اكو فد نقطه داري اقول لكم اياها، انه هذني الانال كوشنز يعني هسه الهيمرويدز، او لما تسمعون انه this is the left anal hemorrhoidal plexus or this is the right hemorrhoidal plexus, the right anterior hemorrhoidal plexus or right posterior hemorrhoidal plexus، ايش تتوقعون انتم؟ this is venous لو arterial لو شنو؟ يعني انتم بعقلكم راسا شو يقول او شو تقولون؟ This is a vein, this is an artery, this is what? Vein and plexus. Yeah. ماكو مشكلة أكيد. Venous plexus, okay. Venous, okay. صراحة هاي controversy. يعني هسا أنتوا من تجون وتشوفون يعني كتب مثل Bailey and Love أو مثل حتى يعني حتى كتب كبيرة مثل Schwartz أو Bailey and Love بالاناتومي بوك، ويعني هذني الكتب شوي معقدة، تشوفون انه كاتب حكي
يعني طويل على هذا الموضوع. من ضمن هذا الحكي هو انه الكونس لما اخذوا بلاد من هذا المكان شافوا انه it's more arterial than it is venous. زين it's more arterial than it is venous. فتعريفنا للانال كوشنز لازم يتغير. زين لازم يتغير. لازم شو يكون؟ يكون انه هي عباره عن فد بلكسس متكون من venules and arterioles مغطات and connective tissue مغطات بالميوكوزا. بس لنقول venules وفقط. اوكي واضح الفكره؟ لنقول venules وفقط. اوكي مفهوم الفكره؟ تمام. ف ذكروا هاي الحكايه انه it's arterial صراحه يعني هذا بحوث طويلة يعني اكتشفوا انه it's arterial more than venous كأكسجين concentration. فلذلك السبب لازم تعرفوا انه it has an arterial component not only venous. اوكي اذا هذا بالنسبة للblood supply فهمنا. بالنسبة للليمفاتكس الليمفاتكس يعني هي جيد سهلة بس جيد تعقد الطلاب. احنا عندنا الليمفاتكس مال الركتم والليمفاتكس مال الانال كنال راح أحكي لكم إياها هي بحجاية واحدة. زين إحنا عندنا الركتم متقسم إلى أقسام. أوكي الركتم متقسم إلى upper third وmiddle third ولower third. ما لكم علاقة بالركتم. كل شيء من فوق من the upper part of the anal canal وإلى نهاية الركتم زين كلها راح تروح وين؟ إلى the pararectal nodes اللي بعدين راح تروح إلى the inferior mesenteric nodes يعني بين قوسين راح تطلع مباشرة وتروح وين؟ تروح للإنفيرير مزنتريك نودز and the بعدين بالبارا ايورتيك لنف نودز وراح تصعد. أوكي؟ بس قبلها ممكن تروح للبارا ركتال نودز. المهم الإفنشالي وين راح تروح للإنفيرير مزنتريك نودز. زين؟ أكو 20% it will drain into the middle rectal nodes. زين؟ into the middle rectal nodes. هاي الميدل ركتال نودز راح تروح للانترنال إيلياك نودز اللي همين بعدين راح تصعد وتروح للبارايورتيك. زين يعني بين قوسين هاي كلها ديب. زين هاي كلها الركتم والانفيرير مزنتا يعني الركتم كله والابر بارت اوف ذا انال كانال وين راح ينطون ايفنتشلي انتو ذا انفيرير مزنتريك نودز انترنال إيلياك انفيرير مزنتريك نودز اند بارايورتيك بعدين تصعد. اوكي باختصار. زين بينما the lower part of the anal canal it will drain when into what into the superficial lymph nodes اللي هي الانجوينال. زين اوكي الانجوينال الهوريزونتال زين والفيرتيكال تشينز. فاذا تشوفون patient عنده inguinal lymph node enlargement عنده lower anal mass ترى هاي احتمال انه this is يعني this the malignancy. اوكي بهذا المكان راح يروح وين؟ راح يروح into the superficial lymphatics اللي هي inguinal lymph nodes او inguinal chain. زين اكو طريقه اخرى من الممكن انه هاي مو يعني جزء upper tumor او rectal tumor ويروح للsuperficial lymph node برايكم؟ اكو شيء يعني شيء بالعالم؟ هو اكو continuation بين الركتال lymphatic drainage والانال lymphatic drainage. طبعا it's the same lymphatic مو هسه قلنا الابر من الابر انال زين من الابر انال الى نهايه الركتم من فوق زين هو the same lymphatic بس اللور انال يعني جوا الدنتيت لاين هاي راح تروح للسوبرفيشال. زين اي هو انا سؤال يعني اللور انال ما اكو continuation بينه وبين الابر والركتم يعني مو ما يعني ممكن يصير او هيجي يعني قصدك انه اكو يعني قصدك انه اكو هيجي شيء بس فيا ديفرنت باثوي مو صح انه فد باثوي كونكشن بيناتهم يصير. هو انا اسال دسال اذا اكو فد باثوي بحيث انفكشن يعني هاي ديب هاي سوبرفيشال. هو أكيد أكيد من الممكن بس قصدي يعني هسا أنتوا مثلا لقيتوا فدراكتم
فدركتو مالجنسي باللور ركتم أو أبر أينو مالجنسي تفحصون الإنجوينال ليمف نودز مالتي إنلارجد. إذن معناته شنو؟ حالة أساسية تصير لأنه أكو حكاية دائما تذكروها. The drainage of the rectum is always up. It never goes down. إطلاقا. It will never drain down unless there is a tumor with lymphatic invasion that has obstructed the lymphatics من فوق بحيث يضطر it will drain down. واضحة؟ إذن لازم أكو في the tumor that has invaded or أكو في the obstruction للymphatics اللي هي فوق يلا تظهر هاي بالinguinal chain. أوكي؟ فإذا واحد سألكم أو قال لكم عندي upper anal tumor زين أو rectal tumor بس أنا هسه عندي شنو؟ عندي inguinal. فش أقول له؟ أقول له احتمال أكو block بالlymphatics لأنه it will always drain up. زين؟ واضح هاي الفكرة؟ فإذا it drained down معناته أنه أكو بلوك باللمفاتيك لا محل. أوكي؟ واضح هاي الفكرة إذن. تمام. أحد عنده فت سؤال؟ إذن هاي فت صورة يعني فت ملخص سريع. This is the pectinate line مثل ما قلنا. زين؟ This is يعني هاي أو dentate line. من ناحية ال nerves زين مثل ما قلنا فوق راح تكون sympathetic parasympathetic. طبعا بالمناسبة الautonomic يعني هي اللي راح تغذي ال internal anal sphincter زين بينما ال external sphincter is by the pudendal nerve. أوكي ال arteries قلنا فوق من ال superior يعني rectal artery اللي هو من ال inferior mesenteric artery بينما من جوا من ال internal iliac artery ال inferior rectal artery زين. أوكي اللي قلنا يجي من ال pudendal أكثر شيء زين. هنا ال veins to the superior rectal veins and to the portal venous system. هنا to the cable venous system via the inferior rectal vein. ويروح وين لل internal iliac vein. أوكي. هنا to the superficial inguinal lymph nodes. هنا to the internal iliac lymph nodes. And when, whereabout, إلى ال inferior mesenteric chain وإلى ال paraaortic chain وتصعد. أوكي. إذن أكو أحد عنده fit point إلى الآن؟ على الاناتومي. يعني احنا هسه اختصرنا اناتومي كامل بس حكينا الاشياء اللي هي كلينيكلي راح نواجهها كلينيكلي ريليفنت ايشوز. واضحه؟ تمام. بس بعد بعد الانترنال ايرياك نودز نصعد على الايورتا. اكيد اكيد. هو انت لما انت اكو انترنال ايرياك ليمف نودز زين راح تصعد بعد الليمف نودز تشين. اوكي فالانترنال الياك عندنا الانفيرير ابيجاستريك عندنا البارا ايورتيك والى اخره زين. تمام. اوكي بينما هذيك لا السوبرفيشال انجوينال ليمف نودز زين. فهذا شنو؟ هذا فد يعني فد سيشن سريع عن الكلينيكلي ريليفنت اناتومي بوينتس اللي بتكون بالانال كانال. اوكي اذا واضح زين. بالنسبه للاكزامينشن اوف ذا انس راح نحكي ان شاء الله بالسيشن العملي ان ديتيلز. اوكي بكل تفاصيل من يعني من الانسبكشن لكل شيء ثاني. اوكي اكو شغلات لازم تفهموها انه انتم لازم تعرفون انه اكو عندنا بروكتوسكوبي لازم تعرفون انه عندنا سيجمودوسكوبي زين. البروكتوسكوب هذا ايش قد السايز مالته تقريبا؟ تقريبا 15 cm. اوكي فاكو اقصر شويه يعني اكو جزء 13 cm يعني. واكو في شيء يسمونه بروكتوسكوب واكو في شيء يسمونه ريكتوسكوب بس هاي تفاصيل يعني شويه معقده. فالبروكتوسكوب احنا شو نقول؟ نقول تقريبا هو 15 cm in length. شو راح يشوف لنا البروكتوسكوب؟ anal canal and rectum. يا ركتم منهن الدستال ركتم. اوكي اذا انا اريد اشخص ركتال ايشوز مع العلم انه هو اسمه بروكتوسكوب ولكن انا افضل السيجمويدوسكوب زين. بس هو مو الركتم 18 سنتيمتر. اي ادري بس هو لما راح يجي يشوف لنا اياه زين لما راح يجي يشوف انت راح توصلين لهنا
زين فيشوف لك الديستال ركتم اكثر شيء زين فور ذا ديتيلد يعني تشوفيها بعد يعني تشوفيها بس تشوفيها بعيده مو ديتيلد وما راح تقدرين تشتغلين بيها زين فالافضل منه والافضل بكل الاحوال يعني يعني انت لما تدزين للبيشنت على بروكتوسكوب يعني راسا تدزي على سيجمويدوسكوب افضل لان السيجمويدوسكوب راح يعطيك بنفيت اوف بوث زين وراح يعطيك في الديتيلد يعني اناليسس كلش للحدود مال الركتم من فوق زين من الحدود لاناني لما اريد اسوي لازم اشوف كل الميوكوزا زين لانه لازم اي اكسكلود اي شيء اي ماس اشوفها اي بولب اشوفها اي نهائي يعني اي شيء اشوفه اني لازم اصعد فوق يعني اذا انا شفت في شيء بالبروكتوسكوب لازم اسوي سيجمويدوسكوب شفت في شيء بالسيجمويدوسكوب لازم اسوي كولونوسكوب زين اوكي اريد افتهم اذا كان اكو بروكسيمال ماس لو لا ليش لانه انا اذا ما افتهم اذا كان اكو بروكسيمال ماس واجي اشيل الدستال ماس زين راح شيء يصير في شيء يسمونه التيومر سيدنج زين يعني راح يرجع ويصير ريكرنس بنفس المكان اوكي فهاي نقطه خلوها ببالكم طبعا هنا احنا بالبروكتوسكوب نقدر نسوي اوبريشنز نقدر نسوي ليجيشن اوف او تريتمنت اوف يعني خلينا نقول هيمرويدز مثلا باي انجكشن او باي باند هاي بعدين راح نسولف عليها زين يعني ما عندنا في المشكله بعد بي. زين عندنا السيجمويدوسكوب مثل ما تلاحظون هنا السيجمويدوسكوب طبعا ممكن يوصل الى وين ممكن يوصل الى السبلانيك فلكشر تقريبا اتس approximately اكو طبعا rigid واكو لا يعني اكو flexible مثل هذا مثلا flexible اطوالها مختلفه overall it's تقريبا 60 cm اكو اقصر زين ف although sigmoidoscopy is strictly an examination of the rectum it should always be carried out even when anal lesion has been confirmed okay فهو شنو هو examination of the rectum لازم اني I carry it out ليش لانه دائما هواي من البيشنت يجون عندهم ركتال مالجنسي وعفوا انال مالجنسي زين ويطلع عندهم اصلا شنو اصلا يعني انفولفمنت ثاني سينكرونس تيومر مثلا بالسيجمويد كولون او سينكرونس تيومر بالاسندنج بالديسندنج كولون اوكي ومرات الانال ليجن هو نفسه مو شرط يعني يجوز هو مو شرط تيومر بالانال كانال يجوز هو هيمرويد باكر راح نحكيها نقول هيمرويد شغلتها خطرة يعني أنا يجيني elderly patient زين عنده hemorrhoid هذا ما أعالجه hemorrhoid لو ما أدري شو يصير إلا إذا أنا أسوي له scoping كامل يجوز حتى أدز على colonoscopy زين حتى أتأكد إنه ما عنده لأنه ليش دي يصير عنده hemorrhoid صح هو ممكن يصير عنده hemorrhoid yes ممكن بس I should exclude secondary hemorrhoids احنا هاي اللي نحكي عليها الهيمرويدز الاعتيادي هذا البرايمري هيمرويد I should exclude secondary hemorrhoids by sending the patient زين for a sigmoidoscopy or for a colonoscopy اوكي تمام زين هسه احنا خلصنا من الحكي هذا بالبدايه فد مقدمات بسيطه يعني شنو secondary hemorrhoid الهيمرويد هسه بعدين راح نحكي عليها احنا نقسمها الى قسمين برايمري اوكي اللي هي هاي تصير لاسباب انه البيشنت عنده ويكنس زائد انه اكو ديفيكيشن يعني مثلا بيشنت كونستيبيتد بيشنت اوكي هاي اللي تصير الاعتياديه يعني اللي نسميها هيمرويد سيكندري هيمرويد لا اتس سيكندري دو تو فيت سمثينج ايلس على سبيل المثال شنو سمثينج ايلس سمثينج ايلس ذات از بلوكينج ذا فينوس ريتيرن يعني مثلا rectal tumor زين anal tumor مثلا pregnancy ممكن يعني pregnancy in general يعني مو شغلة انه تكون يعني بس تيومرات لا ممكن pregnancy تسوي انه هذا secondary hemorrhoids ممكن الاسايتيز تسوي انه secondary hemorrhoids ممكن bladder CA ovarian CA uterine fibroid uterine يعني carcinoma كل هذني ممكن تضغط وتسوي لي secondary hemorrhoids فلما يجيني elderly male أنا شو أتوقع؟ طبعاً أتوقع يعني خوما يعني أستبعد هذه الأشياء يعني إذا ما أكو symptoms إلها شوية يعني ما أخليها كلش ببالي أخلي ببالي إنه أسأل detailed history about any suspicion يعني أي سؤال يطلع ببالي وأشك بي إنه هذا البيشنت عنده malignancy وين colonic malignancy اللي هو يعني
خلينا نقول كولوركتال كارسينوما يعني اكثر شيء بالركتم هو 40% of colonic carcinoma are in the rectum. يجي وراها منه السيجمويد تقريبا 60%. فالستين يعني السيجمويد عفوا 20%. فالـ60% هو هذا المكان. وهو old وعنده هيمرويد لازم استثني عن طريق انه دزه سيجمويدوسكوبي او دزه شنو كولونوسكوبي. هاي خلوها ببالكم من نحكي على الهيمرويد وراح نعيدها ان شاء الله همين. اوكي سو فار الامور شلونها؟ تمام؟ بدأت تفهمون؟ اوكي بروستاتيك كارسينوما شوفي هو اني بلفيك ماس ممكن تضغط بس عاده البروستاتيك مالجنسي ايش جت سايزها يلا تضغط وتسوي لنا اوبستراكشن اوف ذا ليمفاتكس مو صح يعني البيشنت راح يجي عنده ايشوز فار مور زين ذن ذا هيمرويدز مبين عنده سيمتوماتيك بس احنا لما نحكي على هيك شيء نحكي على شيء هذا الهيمرويد دي يجذب انتباهنا الى فديتيومر احنا اصلا ما كنا منتبهين عليه او البيشنت ما كان منتبه عليه زين عاده مرات هيك يصير القصه واني شايف بيشنت زين شايف بيشنت كان elderly وهيمرويد treated for hemorrhoids كل conventional methods زين مال هيمرويدز وحتى مسوي له باند يعني في شغلات هم هنا تحير صراحة مسوي له باند ومسوي له كل شيء he's an elderly زين تالي شنو طالع ركتال مالجنسي زين ويعني يعني ما أدري symptoms بعدين اتطورت كان بالبداية بس الماس موجودة وما عنده هذيك symptoms القوية هاي اللي نحكي عليها بالركتم اللي هي مثلا early morning diarrhea usually blood يعني antenesmus وهي ما كانت عندها كلش قوية زين بحيث اصلا يعني الفيزيشن he missed it بالهيستوري وهواية ما دازي على سكوب هي هالمشكلة ما دازي على سكوب بعدين وراها اجا واحد من جراح يعني عرفه فسوى له سيجمويدوسكوبي ولقى عنده ركتال مالجنسي قال له هاي انت الهيمرويد هاي مو هيمرويد هاي انت عندك نتيجه هذا الشيء زين يعني هذا هيمرويد سيكندري هيمرويد فاحنا ما نقدر نضل نعالج بها احنا لازم وسواله بعدين فوقت انتيرير ريسكشن زين اوكي فقصدي هاي الاشياء دونت مس ات ايش قد ما تحسوها شغله سهله وسخيفه تطلع في شيء يعني مصيبه اوكي زين هسه الى الان تمام الامور تكون في the problem أو في شيء تحبون إنه نرجع نشرح مرة له لو فاهمين حتى ندخل two يعني إحنا عندنا اليوم two topics راح نحكي عليها pilonidal sinus زين راح نسولف عليها وراح نسولف على anal fissure أوكي فخليني نبدي بالpilonidal sinus شو يسموه أول شيء pilonidal sinus ناسور العامية يسمونه ناسور بالضبط زين طبعا الناسور قد يكون هو مو قد يكون يعني فيستشلين اينو بس هذيك يعني الفيستشلين اينو احنا يعني لما نشرح للمريض نسميها ناسور هو يجي يعني with a different complaint زين فالبايلونيدال ساينس انتو تعرفون شنو نيتال كليفت نيتال كليفت هو هذا المكان زين هذا المكان اوكي يعني المكان اللي ما بين الجلوتي اي هاي يسمونه the natal cleft زين فبالأب وهو خصوصا هذا المكان اللي فوق فاحنا لما مرات نسوي obliteration of the natal cleft هذا المكان سبعين افهمكم اياها بالrecurrence of the pilonidal sinus زين شنو اللي دي يصير هنا البيشنت يعني هي عبارة عن فد condition دا تصير هذا المكان زين الكونديشن عادة تيجي فد ساينس صغير زين مفتوح ويعني it's draining وعادة يكون filled with granulation tissue and it's not infected initially it's not infected يعني هسه احنا لما نشوف هيك هذا ترى infected بس initially تكون بس هيك ساينس صغير اوكي زين
فهاي راح تكون هاي كلها مثل ما قلنا granulation tissue. لما نباو عليها characteristically it's filled with hair. زين it's filled with hair. ما أدري إذا أحد منكم فايت عمليات قبل وشايفها. لما يعني لما تسوي له حتى لو مو عمليات يعني لما تسوي له يعني مجرد curating زين أو بس تسوي إذا تشوف تطلع في التفت of hair غريبة عجيبة. زين في التفت of hair رولا شيء شعر شعر أسود يطلع منه. أوكي طبعا هذا يصير وين؟ يصير بالأشخاص اللي هم طبعا males أكثر من females. هاي منتهين منها إحنا males أكثر من الفيميلز. hairy males أكثر من non hairy males. أوكي هاي نقطة رقم اثنين. black haired males أكثر من البلوند زين males. فأي واحد عنده الهير مالته هيك thick وبلاك وهو كلش hairy والarea is not very hygienic راح تصير بيها هاي المشكلة. فوين كان قبل يعني شوفوا بالمثلا الميليتري مو يسوقون فترات طويلة أو يعني هو مو بس بالميليتري قبل التسمية سابقة يعني من أول ما اكتشفوه وبدأوا يكتشفوا كانوا يسمونه جيب ديزيز. ليش؟ لأن هم كانوا يسوقون سيارات جيب زين فترات طويلة فيصير بيهم. بس هسه عادة نشوفه almost in anyone يعني ستروحون للمستشفى تشوفون كوما كيسات بعد هذا وسانس زين. فهو بالبداية يعني لازم واحد يفهم شنو الـ signs and symptoms قبل ما أسرح أشرح لكم الباثوفيزيولوجي مات. أول شيء هو الـ sites مالته وين من الممكن أن أشوفه. أولاً pilonidal sinus زين أقدر أشوفه بالـ natal cleft. أوكي بالـ natal cleft this is number one. number two وين من الممكن أن أشوفه بعد برأيكم؟ هي ثلاث أماكن mainly أو أربعة من ممكن نقول. هساني قلت بالأكزلا. أوكي حلو بالأكزلا تمام. between the digits. between the digits يعني هسه الأمبليكس صحيح بالأمبليكس. بعد وين between the digits between the digits وين هذول؟ وين بالهير دريسرز يعني مو بأي شخص. أوكي عادة الناس ما عندهم hair in between their digits. أوكي وين يصير هاي عادة؟ بالحلاقين طبعا. it's rare it's not common at all يعني لا عبايكم انه زين هسه تروحون الأقرب حلاق يعني تشوفون انه لا أصلا ولا يعني أنا ما شايف حلاق صار عنده بحياته نهائيا زين. it's a rare occurrence لكن تصير. yes تصير زين. فاحنا لازم نفهم انه it has many different sites مو فقط وين مو فقط بالنيتال كرافت زين. هي شنو المشكله اللي دا تصير؟ يعني المشكله اللي دا تصير هو احنا او خلينا نحكي على النيتال كرافت هسه في هالشيء انتم ما راح يعني ما راح يجوز يعني راح تقولون صدق. اي هو صدق. لما الانسان مثلا يمشي ان جنرال الهير مالته من الباك الهير مالته من الباك it will fall او من الباك من الاوكسيبت عفوا it will fall it will يعني fall straight to the back. اوكي ومن الممكن انه it falls through the shirt الى اخره الى ان يوصل الى وين؟ الى النيتال كليفت. هاي نقطه رقم واحد مكتوبه. اي مكتوبه بالكتب هيك زين. يقولون شلون يوصل؟ لا يوصل وخصوصا بالهيري مان اللي اصلا الباك مالتهم هو هيري زين. النيتال كليفت مالتهم هو هيري حتى ما تحتاج الهير انه تنزل بس يعني هي بنفس المكان. اوكي هاي عامل رقم واحد. والبيشنت لما يكون sitting for a prolonged period of times زين and يعني هو obese هاي كلها ريسك فاكتورز من الممكن وهيري ريسك فاكتورز من الممكن انسان. شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه الهير نفسها بي مو بيها pointed end وبيها follicular end زين بالضبط مثل الدبوس بيها حافة حادة
زين بها حافه لا مو كلش من البوينتد اند مالتها راح هيك تجي على السكن هيك زين راح تجي على السكن هيك من الانسان هذا راح يبدي يمشي خصوصا اذا كان هو اوبيس المشي الرجل من تصير هيك وهيك ايش راح يخلق راح يخلق نيجاتيف بريشر بالمنطقه مال النيتال كليفت صير مثل السكنج اريا نيجاتيف بريشر ليش انه هو دا يمشي هيك بحيث بين الشيك هذا وبين الشيك هذا زين راح شنو يصير اكو فريكشن زائد نيجاتيف بريشر فريكشن زائد نيجاتيف بريشر راح it will help to drill high hair into the skin and create a sinus واضح الفكرة and create شنو a sinus وضحت الفكرة انه شلون ده يصير اصلا هو الكليفت او هو عفوا السينس بانونال سينس هيك الباثوفيزيولوجي الاكزاكت مود تجي ينخلق السينس الاول تجي هير ثانيه هير ثالثه الى اخره الى ان يكون تافت اوف هير بداخل السينس اوكي عيد احنا عندنا هير اعتبروا الهير هو مثل السلاح مثل الدمبوس الهير بحافه حاده وبحافه لا مو كلش يعني حافه بلانت اللي هي من الفولك الإنسان عادة من يمشي أو من goes throughout his day in general some few hairs يعني ممكن من الأوكسبت ممكن من الباك زين ممكن من أي مكان راح تنزل وراح توصل ويا the curvature of the spine into the natal cleft طبعا هذا من الشخص اللي هو مو هيري ما راح تكون يعني ممكن توصل لو وحدة لو أصلا ما توصل زين بس إذا الشخص هو أصلا هيري اصلا الباك مالته والنك مالته هو اصلا هيري النيتال كليفت مالته هو اصلا هيري زين فراح يكون اكو ا لوت اوف هيرز هنا زين بهذا المكان بالنيتال كليفت زين الهير مثل ما قلت لكم هي مثل شلون مثل الدمبوس بها حافه حاده زين اللي هي راس الهير وبها الحافه اللي هي انقلعت من الفوليكل زين اللي هي بلانت زين فالهير راح تجي بالمقلوبه هيك الحافه الحاده مالته وين جاي على السكن على السكن مال النيتال كليفت زين زين مثل يعني مثل البسمار هسه صارت اريد اني شنو ادقها بالداخل حتى تفوت وتخلق لي هذا السينس شلون ادقها راح يصير الاتي من الانسان يبدي يمشي زين لما واحد يمشي تخيلوا انتم النيتال كليفت هذا منطقه كلوزد هيك منطقه مسدوده على منطقه زين من اني ابدي هيك اسوي من اني ابدي هيك اسوي ايش راح يصير يصير نيجاتيف بريشر زين هسه انتوا ليش تروحون هسه انتوا هاي اذا اني ايدي واسوي بها هيك مثلا هيك هاي شنو نيجاتيف بريشر دي ينخلق ليش لان اني ام روبينج ات زين وراح يصير مثل النيجاتيف بريشر هيك تخيلوا تشوفون شلون هاي هذا النيجاتيف بريشر ات ويل هيلب تو بول زين ذا هير انتو ذا سكن زين راح يفوتها هيك it will help to drill it drill it drill it الى ان تدخل وتخلق لي sinus زين تجي هير ثانيه وتدخل وياها تجي هير ثالثه وتدخل وياها تجي هير رابعه وتدخل الى ان يسوون لي شنو الى ان شو يسوون لي يسوون لي sinus وبي tuft of hair زين موجوده بالداخل واضحه الفكره انه شلون دي يصير sinus اوكي شنو قصدش بس هاي الميكانيزم هي هاي الميكانيزم اللي يصير بيها زين هي هاي الميكانيزم الاساسيه اللي يصير بيها اوكي هاي النقطه الاساسيه تمام لا يعني ما من الهير نفسه ويكون انفيرتد هي هاي الطريقه طبعا اكو هوايه يعني سبيكيوليشنز زين بس هذا اللي موجود بيلين لو زين وهاي الطريقه المقنعه الاساسيه اللي انا قاريها زين تمام زين انه هو الهير هيك دي يجي وهيك دي يسوي بيرسينج زين فمن اجى وسوى بيرسينج راح يخلق ساينس لحد الان الساينس ما مسوي لي فد مشكله لحد الان الساينس ما مسوي لي فد مشكله يجوز يبدي
شخص مثلا قاعد فتره طويله، طبعا مو شرط انه هو يعني خلينا نقول الا يمشي يسوي فريكشن زين، بس ان جنرال هو الفريكشن هو اللي كانما يعني البسمار كانما ينبت بالداخل زين، كانما الهير هاي راح تنبت بالداخل، بس السيتنج فور ا برولونج بيريد اوف تايم همينه من الممكن يسوي زين، يعني مشى فتره وهذا الهير كله موجود بهذا المكان وكله ديد هيرز يعني اتس ديد هير زين، كل هذا موجود وهو قاعد فترة طويلة أوكي؟ هو أوبيس وقاعد فترة طويلة وهاي المنطقة صارت سويتي very hairy زين، وهاي الشعراية أصلا داخل الرأس مالتها بالداخل زين، همين راح تبدي تخلق في الرياكشن إلى أن تسوي لي ساينس زين، لحد الآن الساينس ما مسوي لي في المشكلة. إيش وقت يبدي يسوي لي في المشكلة؟ لما يبدي يسوي لي discharge، يعني يبدي يصير بي infection زين، يبدي يصير بي انفكشن. هذا الانفكشن بالبدايه ممكن يسوي لي ديسشارج فقط زين، ممكن فقط يجي في الديسشارج بسيط. فلما اني الوك بهاي المرحله يعني لما هو يجي يراجع بهاي المرحله على في الديسشارج بسيط مثل هذا الديسشارج اللي حكينا عليه زين، راح اني شو اقول؟ اقول انه اوكي هذا انت ما تحتاج له اوبريشن، ممكن انه ات كلوزز داون، بس مجرد انه اني اشيل الهير انظف المكان من الداخل من الهير زين اوكي، وش اسوي؟ اقول له لازم تسوي هايجين للمنطقه، لازم كل الهير تشيله تسوي ريجولر واشنج لهاي المنطقه، تبقيها كلين تبقيها دراي زين، تسوي وارم باثس لها وتبقيها هايجينك، هاي اهم نقطه زين، وخلاص تبدي التراكت هي منها ومن كيفها تنسد، تبدي التراكت منها ومن كيفها تنسد. ولكن هواي مرات لا patient ما يجيب هاي ال يعني ما يجيب هاي البوينت زين، شلون يجيب؟ هسه تشوفون السهاية هذا hairy male، تشوفون بس اكو sinus حد الان اوكي، يعني جوز بس sinus كشكل اللي جوز ما مسويت لفت discharge او فتشي زين، بس بعدين راح تبدي شو تسوي؟ تسوي discharge، طبعا شوفوا هنا هاي multiple sinuses، وبعدين شو تسوي؟ تسوي swelling and abscess formation. ليش؟ لأن حتى هاي البنكتر مالتها ينسد من السوالينج ومن من الدبري اوكي، فراح ينسد وراح يبدي يجمع السكريشن بالداخل ويسوي لي abscess تمام. فالpatients they complain of intermittent pain، مرات swelling and discharge at the base of the spine. زين هل هاي تسوي constitutional symptom يعني تسوي fever وما ادري شنو هاي سوى؟ لا ما تسوي constitutional symptoms اوكي، ما تسوي constitutional symptoms. عادة الساينس ممكن يكون عنده واحدة بس مو معناته انه يعني it can have more than one، مثل ما بدنا نحكي هنا تشوفون هنا it can have more than one opening بالضبط قبال الكوكسكس صاير، يعني ساحنا احنا دا نلزم جوا نشوف هيا عظمة جوا قبال الكوكسكس ما بين الساكروكوكسيجيال joint زين وما بين tip of the coccyx، يعني هو بالضبط ياخذ شكل قبال الكوكسكس تمام اوكي. فمثل ما قلنا الهيرز the hairs projecting from the sinus are dead hairs yes، ممكن ترجع تصير بنفس المكان، وهذا سؤال كلش مهم. ليش؟ لانه الريكرنس من يقول لي او من احنا نسال اوكي او اي واحد يسالكم يقول لكم اكو ريكرنس تصير بالبالونادال ساينس؟ يس اكو ريكرنس، وحتى لو انت شلتي كل التراكت زين، حتى لو شلتي كل التراكت ممكن يرجع يصير ريكرنس. هاي مشكلته it's يعني it's a recurring annoying disease it recurs a lot تمام بنفس المكان اوكي. لهذا السبب واحدة من طرق علاج الريكرنس تعرفون شنو؟ يلغوا للنيتال كليفت اصلا، يعني مو مثلا يسوون اوبريشنز صراحه فهمكم اياها بعدين يوصل الى مرحله لا يقول يعني هم ده يرجع مسوي له اني باسكوم بروسيجر اللي صراحه نشرحها كاريداكس كل التكنيكس حاولنا نسويها ما ده يفيد زين. فيلغوا اصلا يسوون فلاب، هاي الطعجه اللي صايره هيك زين، هاي الطعجه اللي صايره هيك يلغوها يقصون منها يقصون منها ويسووها فلات بحيث ما يبقى نيتال كليفت زين. ده تفهمون شلون يسمونه natal cleft obliteration
لأنه جيسة من بعد بترجع بكل الأحوال. أوكي زين. ف recurrence is common even though adequate excision of the tract is carried out. أوكي كارسينو طبعا هاي فدح شاية من بيلي يعني بس ذكرتها حتى أنتوا يعني خاف تجيوا الـ MCQ أو في شيء يعني تكونون على طلاع بها. اللي هو carcinoma arising in chronic pilonidal sinus disease has been described. يعني واحد صار عنده very chronic disease متحول إلى cancer. Okay, it's exceedingly rare. يعني حتى ما كاتب rare. لا, exceedingly rare. زين. ف الريكيرنس شلون عالج؟ لا بعدني ما حاكي على الريكيرنس. هاي هيك فت سؤال عابر. هسه راح افهمكم بالضبط الريكيرنس شلون نعالج. زين. اوكي هسه راح افهمكم بالضبط الريكيرنس شلون نعالج. فاحنا هسه مثلا عندنا حكينا على كل الكلينيكال فيتشرز. احد لحد الان عنده فت ايشيو ويا الكلينيكال فيتشرز اوف بايلونيدال ساينس. يعني هسه اذا اجاكم مريض زين, اذا اجاكم بيشنت قال لكم انا عندي discharge زين, ماكو اي مشكله زين, ماكو اي مشكله. اوكي فاجاكم patient قال لكم انا عندي discharge. فانتوا طبعا الdischarge لازم تسووا بعدكم بالهيستوري. فمن تجون تاخذون history of a patient with discharge لازم تاخذون كل مواصفات الdischarge, لازم تعرفون انه هذا الdischarge هل هو associated with pain لو لا. زين اوكي هو طبعا يعني قابل شو تريد يقول له, يقول له لا حترجع لك. يعني ليش هو مسوي العمليه مثلا؟ احنا نقول للبيشنت انه احتمال ترجع زين, هي احتمال ترجع حتى لو احنا نشيلها زين. وهذا يعني مو بس طبعا انت يعني انت قاعده بالعراق ما تقدرين تقولي له للبيشنت انه اني حاشيل لك اياها كلها زين وراح ترجع. يعني هذا فد شيء غير منطقي تسميه شلون. يعني البيشنت يقول لك الاعدادات ترجع انا ليش دا اسويها, بس نقول له انه احتمال ترجع. نقول له يعني مو احتمال كلش ضعيف, يعني هو احتماليه انه ترجع صراحه مو يعني مو 1% و 2% لا جزء 10% يعني هيك شيء. يعني احنا نقول اي نعم الريكيرنس راح يبقى يعني هل قد برسنتج حتى لو التزم بالهايجين وباقي هاي الاشياء اللي قلتها؟ لا الهايجين كل ما يلتزم بالهايجين افضل, كل ما يسوي هاي الامور اللي هسه راح نحكيها كل ما يكون الريكيرنس اقل طبعا اكيد, بس ما يمنع انه يصير ريكيرنس زين. والدليل انه كتاب مثل بيلي زين يعتبر اساس كل الجنرال سيرجري بالعالم. ايش كاتب؟ كاتب low battery please charge. كاتب الريكيرنس is common زين, كاتب الريكيرنس is common even though adequate excision of the tract is carried out زين. اوكي احنا نمشي على الحكي هذا. It's common, yes common. ما اقدر اقول لا it's rare, ما اقدر اقول للبيشن زين. لازم افهم المريض شنو يعني شنو اللي راح يصير ورا الاوبريشن مالته زين. يعني انا شايلها كلها, هو طبعا شنو اسباب الريكيرنس؟ سائل الريكيرنت بان هذا سنس شنو اسبابه؟ اولا السبب الاول هو انه اني السينس كومبلكس يعني ممكن انه يعني اوفرلوكت اني مش يعني هو احتمال ترى اكثر من يعني احتمال متفرع السينس, هذا احتمال متفرع. فهذا السينس اوفرلوكت ما شافت يعني او الجراح ما مسوي فيه ادكوت اكسجن, هذا واحده من اسباب الريكيرنس. السبب الثاني هو انه مسوي ادكوت اكسجن بس شنو نيو هيرز ده تدخل للسكن او ده تدخل للسكار تيشو هذا اللي موجود, ونفس نفس المشاكل اللي تصير قبل ونفس المشكله اللي كانت قبل, ويهمل نفسه طبعا بالبدايه هو يبدي يلتزم وده شنو, والبيشنت بعدين راح يبدي يهمل نفسه وراح ترجع نفس المشكله لما يحس نفسه انه هو صار له فتره طويله من هاي البايرونيدال ساينس, يبدي هم يهمل الهايجين مال المنطقه الى اخره وبعدين ترجع زين. او احتمال اكو عنده ووند زين موجود في سمول ووند بالمنطقه وشيرينج فورسز وراح يعني هم الداخل خصوصا لما الهايجين افتر ذا اوبريشن زين.
فلذلك السبب يعني هاي possibilities, three possibilities account for this disappointment. زين؟ Common? Yes. فمن يجي سؤال MCQ يقول لكم هل هو common لو مو common أو هل هو it's very يعني أو يعني after مثلا يجي سؤال MCQ يقول لكم إنه after finishing the operation أو before the operation of a pilon of the sinus, okay, all of the following are true except يعني تقولي للpatient إنه سوي hygiene, تقولي للpatient إنه مثلا لازم يبقى for هلقد number of days without وإلى آخره, ووحدة من الخيارات تقولي للpatient إنه يعني don't worry ما راح ترجع the, يعني recurrence is uncommon. يا هو اللي يختاره طبعا اللي يختاره هو هاي لأن هي هاي الغلط recurrence is common. أوكي واضحة زهرة؟ صح مو كل المرضى بس يعني اللي نشوفه يعني هو يجون يعني شايف patient ثلاث مرات مسويه ثلاث مرات زين مليار موك تمام اي ف recurrent pilonidal sinus مثل ما قلنا انه برايمر يعني مشكله بالطبيب انه هو طبيب ما سوى adequate excision او مشكله انه البيشنت ما يلتزم زين وده يرجع الى نفس المشاكل واكو مرات تصير يعني هو ملتزم والطبيب ما شايلها بس هي تصير مرات اللخ لانه اكو persistence of this shearing forces يعني هذا راح يسوي هذا الووند بالاسكار وبعدين راح تبدي تدخل الهيرز اجين دائما لازم يحافظ على النظافه مال المنطقه سو مو دائما يعني يقدر زين البيشنت مو دائما يقدر زين فلذلك السبب مرات شو يسوون لما يصير اكو ريكرنس 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 يعني يسو يعني يسوون فلاب زين مايوكيوتينيوس يعني روتيشنال باتكس فلاب اور كليفت كلوجن يعني هذا الكليفت مو هيجي مو هو هيجي صاير تشوفون هذا الفي شيب اللي سويته اسوي هذا الكليفت هيجي شو يسوي هذا الكليفت يشيلوه بحيث يحولوه الى هيج يحولوه الى هيج حتى ما يظل انه اكو shearing forces زين حولوه هيك واضح الفكره اذا فهمنا فكره الريكرنس بالبايلونيدال ساينس زين اكو احد عنده فد سؤال هسه مبدئيا على البايلونيدال ساينس قبل ما نروح للتريتمنت مالته شنو قصدك؟ لا بالنيتال كليفت بقية المناطق very rare بالمناسبة احنا قلنا انه يعني يصير ببقية المناطق بس it's very rare زين؟ يعني very rare ان تشوفيه بالانترديجيتال very rare ان تشوفيه بال شو اسمه بالامبليكس بالاكزيلا دنيا rare اصلا وما نحكي عليه احنا هذا نحكي على اللي بالنيتال كليفت زين؟ وكذا نحكي على اللي بالنيتال كليفت لأنه هذا نيجي أصلاً من أجل مارير يعني ما عليها فد هذاك الديسكشن القوي نقول هيك باي ذا واي نقول إنه ممكن ترى يصير بغير أماكن ولذلك هذا الشيء يثبت لك إنه الباثوفيزيولوجي اللي حكيناها بالبداية هي الباثوفيزيولوجي المنطقية زين إنه هو نفس الباثوفيزيولوجي ده تصير على هاي الأماكن ده تفهمين شون إنه ده يصير بيرسينج للهير للمكان بنفس الباثوفيزيولوجي تمام إذن شلون احنا نسوي التريتمنت نجي البيشنت اجاني من وقت وصار حباب وقال لي انه ترى اني عندي بس ديسشارج وجيت فحصته وشفت انه اكو فد ساينس فد بانكتم ويعني بيه فد ديسشارج كل البيشنت انت ما عندك فد مشكله حاليا اوكي امورك خلي نشوف خلي نسوي كليننج للمنطقه زين خلي نسوي شيفينج للمنطقه خلي نسوي من الداخل نجي نشوف نسوي كيوريتنج نشيل الهير من الداخل زين نرتب المكان نسوي فد يعني نرجع هذا الجرانيشن تيشو نخلي هايجين بالمنطقه زين ممكن فد انتيبايتيك توبيكال انتيبايتيك سوليوشن او يعني كريم اوكي او حتى دراسينج مرات ونخلي هاي المنطقه هيك ودائما ريجولار واشينج وورم باثس هاي الامور وانتيسبتيك سوليوشن وخلاص زين هي راح تبدي تنسد منها ومن كيفها وذ نون اوبراتيف ميجرز تمام هذا في حال انه البيشنت هو حاس على نفسه وجايني من البداية زين بس من يجيني البيشنت عنده سيفير انفكشن عنده سويلينج عنده يعني شغلته مو كلش تمام مو كلش ستريت فورورد ما اقدر اي شيء
زين دائما السيرجن must know when to operate and when to not operate. يعني أنا البيشنت هذا ماكو داعي إنه أنا إذا أقدر أحاول إياه بالنون أوبراتيف خلاه أحاول إياه بالنون أوبراتيف زين يعني أفضل. بس أكو بيشنت لا يجون عندهم هيج. يعني أنا البيشنت مثلا يجيني عنده هذا الديسشارج هيج يعني هذا حاول إياه نون أوبراتيف يعني يجيني عنده swelling abscess أفتحها طبعا الأبسس بالمناسبة زين بس يجيني شفت سيفير ديسشارج سيفير مشاكل يعني زين يحتاج هنا الى اوبريشن يحتاج الى اوبريشن. شنو البرنسيبلز اوف اوبريشن؟ احنا عندنا اكو تو شوفوا بالجراحه اكو تو ديزيزز زين بيها كلش هوايه يعني تو كومن خلينا نقول مو هسه قلنا الكونزرفاتيف شوكت هو هسه دا اشرح التريتمنت كونزرفاتيفلي اني مثل ما قلت لكم اذا يجي البيشنت زين بعده بالبدايه يعني مثلا اشوف فقط ديسشارج بس ماكو هذاك الانفلاميشن القوي زين ماكو هذاك الفيد ساينز اوف انفلاميشن قوي هي بس وحده زين فيت بانكتم وحده البيشنت اوبفيسلي هيز هيري ما ادري شنو اشيل الهير مالته اقول له يسوي شيفينج للمنطقه زين اقول له يسوي ريجولر واش للمنطقه اجي اني اشيل زين الهير اللي موجود من الداخل اشيل الهياء اسوي كيوريتاج زين اوف ذا ساينس يعني فوت فد آلة صغيره بس احكها من الداخل واطلع شكو هير من الداخل بها ورجع فد بليدرات صغيره يعني بحيث انه ات ويل ستارت تو هيل زين واحط في التوبيكال انتي بايوتيك ريجولر واشينج المنطقه دائما لازم تكون نظيفه دائما لازم تكون دراي دائما لازم تكون hairless زين وخلاص it will start to heal on its own هاي الكونزرفاتيف ما صار بيها healing اخذ operation عادي يعني ما عندي في المشكلة بس اذا هو ما يحتاج operation بالبداية ما دي يجيني عنده pain ولازم هساني اعالجه ما دي يجيني عنده فد severe swelling ما دي يجيني عنده فد يعني فد يعني inflammatory يعني خلينا نقول inflammatory response حوالين المنطقة فد شيء قوي لا فد شيء بسيط فاقدر اعالجه بالكونزرفاتيف واضح الفكرة سمية شو وقت الكونزرفاتيف هاي الطرق أوكي ما فادت هاي من سدت أجي يعني بالأوبريشن اللي تريتمنت بشكل عام بالأوبريشن هو الآتي طبعا أكو different techniques دا أقول لكم إنه أكو بالجراحة in general two يعني بالأورثو واحدة وهنا أنا واحدة البالونايدال ساينس شوفوا كل ما كل ما تشوفون إنه أكو إذا طلع بلاد لا هو عادة it will يعني ما راح تطلع فد بلاد بس من الممكن yes يعني من الممكن إنه تكون فد inflammatory response هاي نعتبر من signs of inflammation فمن الممكن إنه راح تحتاج إلى operation زين ثاني من يجيني patient in the simplest manner discharge بسيط زين بس هيك ها هو patient حسبي discharge بسيط جاني لا أكو swelling لا أكو infection لا أكو signs of inflammation لا أكو مدري شنو زين اجي اقول له اوكي تمام امورك انت خلي نوخر الهير خلي نشيل الهير من الداخل خلي نسوي له في ديكوريتنج بسيط زين خلي نحط انتي بايوتيك يعني سوليوشن خلي نسوي واشنج للمنطقه نحافظ عليها دراي نحافظ عليها هاي وهي راح تنزل منهم كيف زين بس اذا تجيني مبينه انفليمد زين بلادي ديسشارج منها مشاكل من هاي المشاكل البيشنت ديسكمفورت كلش هواي ما يقدر يقعد ما يقدر ينام ما يقدر يسوق بالسياره ما يقدر يقعد بال على يعني اوكي ده يصير اكو عنده regular soiling نتيجه للديسشارج اللي يطلع بالاندرويد فهاي المشاكل زين ما اقدر احنا ف اتس ا سبجكتيف شنو ديسيجن يعني ديسيجن اوف ذا سيرجن واضحه الفكره زهراء اوكي فاني يعني هذا ملخص انه شو وقت تتعاملي كونزرفاتيف او هل اكو كونزرفاتيف يس اكو كونزرفاتيف زين السيرجيكال السيرجيكال احنا عندنا باسكوم بروسيجر وعندنا كاريداكس بروسيجر فتشرح بسيط عليها الكاريداكس بروسيجر هو انه اني اجي افتح اشيلها كلها يعني هاي المنطقه اجي افتح دي شيب راح تنشال هاي المنطقه كلها زين هي والساينس والسراوندينج سكين والسراوندينج فات هاي كلها راح تنشال تنشال تندب خلاص زين انا العادي شلون اسد الوند اذا انا شلت منطقه منه اسوي هنا شنو موبيلايزيشن اوف فات
حتى وأجره حتى يصير مثل الفلاب وأسد. زين اي زين مو مثل ما دا اقول لك هاي احنا نعتبرها signs of what signs of inflammation signs انه مو شغله انه هي كبيره او صغيره احنا ما نقيس على الكبر والصغر بس نقيس على الديسشارج وعلى الانفلاماتوري ريسبونس زين اللي حواليها اوكي جون عنده pain وdiscomfort بالنسبه للبيشنت هذا الريليتيف مالتج البين بحد ذاته it's an indication يعني مو انتوا لا تاخذون يعني ال words literal يعني من يجيني البيشنت يعني عنده pain طبعا انا ممكن هو جاني in pain ما زال اكو pain اذا اكو فد acute inflammatory response زين يعني معناته انه هذا البيشنت قلت لكم انا من البدايه قلت لكم لما يجي البيشنت فقط عنده discharge ما عنده فد presenting sign ثاني يقول لك انا بس حسيت انه مثل شلون هيك احس انه اكو رطوبه احس انه اكو فد swelling بسيط زين بهاي الحالات من الممكن نمشي على كونزرفاتيف بس اذا دي يجيني عنده pain وdiscomfort على اساس البين حتى مو على اساس انه فقط الديسشارج اذا كان بلاد يولا فهمتي شلون واضحه الفكره فركزوا بهذا بالضبط زين وهاي تصير صارت مثلا هو بدي اقول لك شيء اكسيدنتلي يكتشفها البيشنت يهملها زين تصير بها شنو تصير بها انفكشن يصير بها انفلاميشن يصير بها بلادي ديسشارج ممكن مرات زين ويصير بها ديسكومفورت وبين بالقعده يعني بالمشي بالأذن الأشياء خصوصا بالقعدة بالنوم مرات زين فهو هذا الأوردر اللي صار بي اللي صارت بي الحالة صح ولا لا أوكي زين فهو هذا الأساس بس لما نحكي على الكونزيرفاتيف مثل ما قلت لكم بالبداية لازم البيشنت بي في مواصفات خاصة إنه ده يجي يشكي لي مشكلات كلش ماينر بس ديسشارج وبسيط وما عليه أي إنفلاميشن اوكي اقول له تعال خلي اسوي لك هاي الاشياء اللي حكينا عليها وبقي لي اياها المنطقه دراي وكلين وما ادري شنو هاي نفس الحكي اللي حكينا ويعني ممكن انت تسد منهم كيف زين فهسه هاي سوالفنا هذا الشيء يسموه الكاريداكس اوبريشن هاي يسموه الباسكومز اوبريشن باسكومز اوبريشن شنو يعني اجي افتح انسيجن من هنا اسوي اجيب جوزه اشيل كل شيء من هنا اسوي يعني كيوريتنج للداخل لهذا المكان زين بعدين افتح فوق الووند هذا نفسه يعني بايه مثلا لو انا دا اسوي باسكوم شلون افتح افتح من هنا زين افتح من هنا انسجن هيك اوكي بعدين اجي افوت فورسز وانظف المنطقه هاي اللي من الداخل هذا التراكت هو موصول بمنطقه داخليه وهذا من موصول بالمنطقه اللي جوا انظف هذني المناطق وبعدين هذا الجرح اخليه مفتوح اللي انا فتحته هاي من أنا أجي أفتح عليها أسوي إكسيجن أنظفها وأسد زين بالضبط تصير مثل هاي أنا أجي فتحت نظفت من أنا بعدين خليت هذا مفتوح فتحت هاي بس نظفتها سديتها وخليت هذا مفتوح هاي يسموها الباسكومز تكنيك لا تدخلوا نفسكم بالتكنيك بس أنا بس على مود أنتوا تفتهمون تكونون more oriented زين أوكي تمام يظل مفتوح الفايده منه انه to drain the pus زين to drain the pus ووند صغير بعدين it will close بس حتى نبقي اوكي عيد حتى نبقي انت شلون هوايه لما تفتحين ابسس تبقيها مفتوحه it will heal on its own زين من اكو سيفير انفلاميشن بالداخل واضحه سميه زين هسه عيد فهو هذا الفرق عاده حتى البيشنت شويه يرتاح اكثر وهذين الامور يفضلون الكاريداكس زين اللي هي هاي حتى ينسى كل شيء ويروح اعيد الباسكوم هذا مننا نحن نجي نفتح فد ووند اوكي راح نجي نفوت فد هذا يسمونه هذا ارتري وبي فد غوز واسوي كيوريتنج بالغوز في شيء داخل اطلع كل الهير اطلع شكو انفلاميشن من الداخل كل هذا اشيله واطلع نظفت المكان اللي من الداخل كومبليتلي زين بعدين شنو اجي افتح هاي اجي افتح هاي اخذ قطعه منها يعني هذا هاي المنطقه
هاي اشيلها هاي المنطقة من اشيلها وند صغير تنشال هاي sinus ينشال هاي يعني اسوي excision of the sinus tracts من هناك من فوق اوكي واسد سويت excision واسد سديت يعني ثاني وخرت الساينسات سديت بقت لي شنو بقت لي بس الجرح اللي انا مسويه والابسس او الكافيتي مال اللي كانت فيها الابسس خلاص هي راح تبدي تنسد من هوميك واضحه الفكره زهره تمام اوكي الى الان ده تحسون نفسكم ده تفهمون بالديس اوردرز مال الانال مبدئيا يعني مثلا هسه اذا يجيكم patient bilateral sinus راح تقدرون تحشون وياه وتفهموه وتقولوا له شنو النوع مال الاوبريشن وتقدرون تقولوا له شو وقت احنا نحتاج اوبريشن لو لا وتحشوا له على الريكرنس وتحشوا له على الهايجين هاي كلها فهمتوها صح لو لا اكو احد عنده فد اشكال باي بوينت هاي عندي سؤال اوكي احنا شنو الانديكيشن مال باسكوم شنو الانديكيشن مال كاريداكس هذا هذا خلي أجابك الكل ما تزداد عمليات العمليات في مكان معين فأعرفي أنه أكو كونتروفيرسي على هذا المكان زين كل واحد يسويها بتكنيك معين كل واحد يسويها بتكنيك معين عادة يعني الباسكوم هواي مرات يستخدموها للريكارنس زين من الممكن أن تستخدم للريكارنس بس مو يعني لا تاخذين هاي ك خلينا نقول قاعده اساس زين ولكن مثلا هاي تذكرك بيا اوبريشن بالاورثو بالاورثو هم عندنا فد اوبريشن هي مثل اهم شيء بسيط بس بي حرفين فوق ال100 تكنيك تو دو ذا اوبريشن اللي هي شنو هي اللي هي من يقولها بانيان زين اوكي البانيان البانيانكتومي كلش هواي تكنيكس بيها زين نفس الشيء انا البالانس كل شويه تكنيكس ماكو تكنيك سوبيريور تو ذا اذر زين وهذا الحكي بيلي مكتوب بالمناسبه يعني. اوكي بس it depends on the surgeon on the preference of the surgeon زين وعلى انه هو ايش ده يستخدم يا يعني هو شيء وعلى السايز مالتها يعني اذا سايز كلش كبير جوز ما اقدر استخدمها الباس الكاريداكس لان الكاريداكس لازم اني اشيل فد بورشن كلش كبيره يعني اشيل فد بورشن يصير اكو حفره هالكبرى يصير فممكن استخدم هنا الباسكوم او غيرها او غير اكو غير اوبريشنات هاي الباسكوم الكاريداكس انا ذكرت بس لان مذكوره بيلي اكو اذا تفتحون شوارتز تلقون بيكوم اوبريشنات ثاني زين اوكي فلي بريفرنس اوف ذا سيرجن اكو سيرجنز ذي بريفير انه ذي كلوز اكو سيرجنز لا يقولون انه خلي الابسس مفتوحه احسن او خلي السانس مفتوحه احسن فقلت لك يعني ولو هذا this is a postgraduate يعني question زين you won't be asked يعني that in your undergraduate life بس مثل ما قلت لك it's a preference of the surgeon and يعني it's very controversial واضح الفكرة؟ اي تمام اوكي قلت لك there is no technique superior to the other لان احنا لو كانت عندنا واحدة منها superior نختارها يعني لو الكاريداكس هي سوبيريور امشي على الكاريداكس وفضت راح لو الباسكوم بس هي كل واحده يعني شلون نقول اكو سيرجنز دي بريفير ذس واكو سيرجنز دي بريفير مدارس هي صايره زين ولحد الان المتا اناليسيز ذات تنكتب ويقول لك يا هي اللي يصير بها ريكيرنس اكثر يا هي اللي يصير بها يعني مشاكل بوست اوبراتيف كومبليكيشنز اكثر يا هي اللي patient satisfaction rate عليها أعلى عادة ال patient satisfaction على الكاريداكس شوية أحسن زين أوكي تمام إذن هسه نجي أكو أحد عنده أي سؤال so far إذا سوينا obliteration بسبب long setting هو مو فقط recurrence بسبب long setting هي واحدة من المشاكل اللي تسوي بالإتيولوجي الأساسية هو long setting زين أوكي هو long setting ليش من هذا البيشنت راح يجي يمشي مثل ما هسه سولفنا
راح الهير هاي تجي تحفر شوية زين بالداخل. أوكي سوخه ما راح يظل يمشي طول حياته، لا هو أكيد راح يقعد على مكان هو أصلا هيري سواتي زين، وفوقها قاعد فترات طويلة، وفوقها إذا كان أوبيس يعني نيتال كليفت مالته كلش واسع زين، فهاي راح تسوي لنا أصلا مو فقط ريكورنس، هاي تسوي لنا المشكلة الأساسية زين، حتى لو يعني حتى لو هو أصلا ما عنده أي ساينس هي تسوي له ساينس. فطبعا أكيد هاي إحنا ما ننصح بها إطلاقا زين، خصوصا لما يكون بيشنت أوبيس. قل له دائما لا تحاول إنه أنت يعني لا تقعد فترات طويلة، لأنه هاي الفترات الطويلة راح تسوي poor hygiene بالمنطقة، فيا أما أنت تبقى دائما on point with your hygiene إذا ما يقدر يعوف شغله مثلا، يا أما تبقى دائما on point with your hygiene أو تحاول أنه تسوي fed modification بهاي شغلة زين. والhygiene أهم من setting والstanding زين، hygiene وينزل الويت مالته شوية يعني، ودائما المنطقة تبقى hairless حتى لا يصير recurrence. وهم يعني قلت لك هم يعني صار ريكارنس يعني patient thin زين، وصار عند ريكارنس ثلاث مرات شايف، بعد ثلاث مرات أنا يعني أتور على الهاي وبأوقات مختلفة من الزمن يعني مو بنفسه حتى يعني ورا فترات متباعدة. ها والله رجعت مرت له، ها والله رجعت مرت له. أوكي توقع بالنهاية سوى الفلاب، أعتقد سوى الفلاب يعني هذا النيتال كلفت أصلاً سوى الأوبليتريشن من هي شيء سوى ليش بس ما شفته بعد زين. أوكي هسه إلى الآن so far so good. أكو أحد عنده فد problem أو فد سؤال؟ أوكي ممتاز زين. أوكي احكيكم على انل فيشر لو تريدون نخليه هو السيشن مال باكر لو انه هو بعد ربع ساعه من السيشن حتى اعرف اذا تعبتوا او لا، لانه موضوع همين مهم يحتاج تركيز. حتى ساهل يعني ما اوكي اوكي زين. اي حتى اي مو باو اريد افهمكم الاوبريشنز مالته شويه يعني نبدي شويه. اوكي تمام اوكي تمام لا نخليها على باكر زين، حتى افهمكم بالضبط الاوبريشنات. اكو حكمه بالاوبريشنات زين، عادة لما واحد يقرأ أينال فيشر راح يدرخ الأوبريشنات، والدرخ غير مقبول زين، يعني الدرخ غير مقبول فشي غلط بالقراية يعني نساس الرأس زين. أوكي هسا أدزها إن شاء الله، بس دزولي الإيميلز مالتكم حتى أسوي فد إيميل ليست، كلكم دزوا الإيميلز مالتكم يعني حتى لو دزوليها على الماستر كلاس مدسن يعني، ف حتى اسوي فد ايميل ليست وورا كل يعني توبيك نحكي راح ادز لكم اياه ان شاء الله. اوكي تمام الباوربوينت ما تحتاجوا يعني صراحه انتم ما راح تحتاجون الباوربوينت قد ما تحتاجون، هو نفس بيلي تقريبا زين، اكو شويه ماينوت يعني يعني حاذف من بيلي اشياء زين. عندكم أي فيد كومنت about the session أو أي question أو فيد شيء؟ ممتاز. نعيدكم. اوكي واي احد عنده اي كويستشن طبعا يعني يصير عنده بعدين مثلا في الكويستشن بباله او في شيء يقدر يعني يسال ان برايفت على الجروب اور يعني بالسيشن الجاي ان شاء الله. اوكي
تمام العادة. I'll see you tomorrow إن شاء الله وراح يعني we will set a time إن شاء الله وراح أدزل لكم يوم بالليل. أي أكيد اليوم أدزل إن شاء الله. أوكي تمام يلا I'll see you tomorrow إن شاء الله. See you. Bye bye.